ابو عباس شلونك؟ الله يحفظك. مرتاح؟ ديمك تسلم. شباب اليوم عندنا حلقه ويا ابو عباس جاي من بغداد. ايش وقت اجيت؟ يوم واحد بالشهر. واحد بالشهر. انت جاي سياحه. يعني طبعا هو ابنه مسوي دعوه يعني زياره ابنه. انت صار لك فتره ببلجيكا، شنو رايك؟ والله الفرق عجبك ما عجبك؟ لا عجبني، البلد منظم، قوانينه، شوارعه، مصايفه، يعني تحس انه انت بغير عالم. بالضبط. لانه احنا شنو كل شيء ما شايفين غير الجو الحار هناك والاتربه. انت من بغداد مو؟ من بغداد. اه. يعني انت مرتاح هسه ببلجيكا؟ نعم. ايش قد راح تبقى هنا ببلجيكا؟ شهر. شهر. شوي ابقى اكثر. والله هي ايه؟ الفيزا الاقامه شهر. طبعا هو عنده فيزا يعني زياره عائليه خلينا نقول. شهر جاي يشوف بلجيكا. زين تريد تبقى هنا لو تريد ترجع؟ والله كل اتمنى. اتمنى والله بصراحة. تتمنى تعيش بهاي البلد؟ اتمنى اعيش بهاي البلد. نتيجه لما شفته من تنظيم لحد الان، احترام للقوانين، احترام للانسان. اتمنى. زين شنو اكثر شيء لفت انتباهك او غريب؟ القانون. ايه القانون. القانون والتنظيم، احترام الانسان والتنظيم، بحيث كل من ماخذ حقه وخصوصا بالشوارع والترتيب ونظام الترتيب. يعني احوال هذا البلد بحيث يشكر اهلها على هذا التنظيم، لانه انت من المواطن هو اللي يقدم البلد ويطوره مو السياسي. بالضبط صح. والله يعني اتمنى تصير بالعراق هيك قانون و... أي والله. ونظام و أماكن سياحية الناس تطلع. أنت شفت يعني الناس اليوم كلها طالعة وانسى، ما حد يسأل الثاني، ما حد يقول منين هويتك. طبعاً إيه؟ أستاذ ستيفان، الشيء الوحيد اللي انقهرت عليه أنه البلد ما بحيث يستطيع أن يكون أجمل كامل الإمكانية. إحنا أجمل بلد يعني عندنا كل شيء، جبال، أنهار، مصايف، شو تريد موجود. والإمكانية الفلوس، فلوس، نفط، نفط، كل شيء. طبعا احنا قاعده مالتنا صار بهاجه، احنا صعدنا فوق. شوف الطبيعه، انت تحب هاي الاجواء الطبيعه؟ يعني انا ما شايف هاي اول مره بحياتي. ببغداد يعني ماكو شيء مناطق قريبه؟ لا 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 ماكو. ابو نواس ايه، ومن تروح ما تحس بحريتك. صح. اللي يشرب واللي يباع عليه، الناس الرايحه جايه هنا، ما حد الا واحد بالاخر. كل واحد حر بحياته. كل واحد حر بحياته. بالضبط. عائلة قاعدة بصفك ما لهم شغلة بيك. ما له شغلة بيك. وانت هم ما لك شغلة بيك، تعلمنا انه ما لنا شغلة بيك. بالضبط، هو هيك لازم يكون، يعني كل واحد مسؤول على تصرفاته. اي. اي. والحمد لله يعني احترام متبادل بين كل اطراف هاي الناس، هسه احنا مو بالسياحة. اي. ما لهم شغل، ما يبيعوا عليك. صح. اذا تسوي وتحكي عدا يعني خاف. يعني نقدر نقول انت مرتاح متونس. نعم. اي. خاف واحد يزعل. مبينين العرب لو دق. لو غنى، لو حاط له مسجل، وهاي مو خلق واحد لازم يعني يحترم. بالنسبه للشخص اللي قاعد يمك. اي هم اهل البلد. هم اهل البلد. بالضبط، انت لازم تحترم. شوف هاي جسر صار على النهر، جسر حلو والله، بشكل بسيط. اي خشب. خشب يعني شيء بسيط. شيء بسيط ومرتب. وهاي المنظر منا والمي. دور شو اللي جاي استاذ ستيفان؟ هذول اكو منطقه نقطه هنا التجمع. يوقفون هنا. ايه؟ وعندهم سياره يشيلون هاي ويجيبون يرجعون هناك. اي اقول لي انا تنظيم حلو. لا سهله سهله، ما يرجعون اصلا، صعب يرجعون. ايه شوف المنطقه من شوف التصوير من هاي الجهه، جهه حلوه. دقيقه دقيقه عفوا التصوير. عم عباس انا ودي ارجع، قال بس اجي سياحه. بعد ما يريد يرجع. قلت له هسه شلون قنعه يرجع لبغداد؟ انا اتالم من ارجع استاذ. راح تشوف بالفيديو. اتالم. راح تشوف بالفيديو. ما عندي شيء هناك اخسر. انا متقاعد. لا والله متقاعد. ايه والولد كبار يعني كبير. الله يحفظك عمو. انت هسه وصلت مرحله سنه وصلتهم. هسه هو وصلهم لمرحله عيشه. سوي الزرع سوي. الله يحفظك اشكرك. والله معرفتك فخر حبيبي. الله يديمك. اي والله اخونا انا خطايا اليوم والله. يعني جد تنطي من 10 على بلجيكا بكل صراحه؟
10 من 10 10 ما يحتاج انا اقيمها والله ما يحتاج هسه عمو بعد ما يريد يرجع لبغداد خلاص سيفان بس انه عايش ما حد الا شغله بيك هو هذا يسالني انت شنو منين يعني امشي بالشارع ما حد يقول لي اقول له هويتك ليش جوازك هو هذا الشيء الحلو هنا في اوروبا يعني بشكل عام ما حد يسالك ما حد يقول لك شوف هذا هلو ناس مرتاحه متونسه بهاي الاجواء اليوم درجه حراره 30 فتلقى الناس كلها طالع لو بحر لو هنا طبيعه ونهر بعد عمو شو تريد تقول للمتابعين يعني والله اي شيء اي شيء تريد تضيف يعني يصير هيك والله شوف ان شاء الله ان شاء الله انت ما رايح للشمال رايح طايح الاربيل اربيل ايه. موصل شايفه والله نتمنى يعني يجي يوم ونشوف عراقنا تصير أيوة. مثل هاي الدول اكو مكانات صايره على 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 شو اسمه حدود ايران احلى من هذا المكان عندنا مصايف ترى عندنا كل شيء موجود بالعراق مو ما عنده في مكانات حلوه احلى من هنا بس شنو اراد له شويه صيانه وتعديل اراد له استثمار خلينا نقول استثمار يسوي له طرق طرق هسه الناس طرق مثلا قطار شركات يسوي لك مثلا تنظيم رحلات سياحيه هسه باربي راح يفتحون طريق قبل على بغداد حلو والله نتمنى الشيء حلو اي هذا طبعا ابو راهيل صار له 24 سنه راح تصير 25 سنه هنا بلجيكا ولدي كبروا هنا باختصار شو وقت اخر مره رجعت العراق؟ العام اه اي انا كل تقريبا كل سنتين شيء ارجع شلون توصل بلجيكا؟ ما دام صار لك 25 سنه يمكن اقدم عراقي موجود ببلجيكا باختصار اختصرنا هاي الوضعيه انا بهاي 25 سنه والله يا اخي ما تلقى احسن من هاي يعني مرتاح احسن من هاي الحياه ما تلقى مستحيل اهم شيء تكون مرتاح يعني واحد وين ما يكون يعني مو شرط يكون مثلا ببلده لا لا هو يا هو ترى على نفسيه الانسان انت انت بطبيعتك هذه دوله مو مسلمه اي بس يعني اللي يسووها يعني ايش اقول لك ما ادري اهم شيء يعني الدوله يحترمون حقوق الانسان طبعا ما حد يسال شنو دينك شنو طائفتك شنو مذهبك هالشيء كلش حلو لا حلو عمو هسه ما مشتاق للعراق وشوارع بغداد؟ لا 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 نهائيا والله عمو قافل على بلجيكا خلاص عمو يبقى يمنا هاي تبقى يمنا هاي ابوي هم موجود بعمركم وتطلعون سفرات انا مو شنو هاي اثر على عباس يعني هو جابني ايه طبعا مثل ما قلت ابن عباس مرة ثانية هو سوى له دعوه اجى عن طريق فيزا سياحه مثلا كشف حساب بنكي تامين صحي وهاي الاوراق المطلوبه ووصل هنا لبلجيكا إلى حق يبقى لمدة شهر في بلجيكا. أقول لك ماكو واحد ما يحب بلده، أي. ما يحب أهله، ما يحب أقاربه، بس أنت تعيش بأمان، فتتمنى أن تعيش بكل مكان بأمان. بالضبط بالضبط. هناك ما تقدر يعني صراع صراع وين؟ والله بصراحة نتمنى هالشيء يرجع يعني الوضع. في العراق ما يفتهمون هذا، من تروح سفرة يقول لك أنت مخبل جاي، أنا هذا بلدي أشتاق له، يعني أي. لازم أروح له. أي. بس هناك من تروح يقول زين انت شنو رايك من يقول لك لا اذا انت مشتاق البلد ليش ما ترجع تستقر هناك اكو وايد ناس مثلا يقولون هناك ماكو امان يا ستيفان أخوة. والمشكله هم بعد احنا تعودنا على هنا والتزامات وعوائل عوائلنا هنا اولادك تكونوا اي بالضبط يعني انت لازم لا تروح تعوف هو تروح يعني اذا هسه ارجع اولادي دراستهم وهذا كله هنا هسه هو صار تقريبا 24 سنه هنا 25 اذا يرجع ويا اطفاله اطفاله راح يشوفون العراق بلد غريب لان هم ولادتهم هنا هم سينحسبون غربه ايه هم اذا يرجعون للعراق انه هم يعتبرون غربه لان ولادتهم هنا ايه هسه انت اكيد تشتاق للعراق تشوف يعني حتى لو بلدك يصير كله تراب هم تشتاق له لا لا ايه طبعا هذا يعني الواحد اذا يحكي صراحه تراب بلدي ما بدله بكل الدنيا بس أكيد. شنو المشكله بها الريت يكون يصير افضل ان شاء الله من الافضل الى افضل نعم بس وان شاء الله يصير زين بس والله متفائلين ان شاء الله يصير افضل ان شاء الله ابو راهيل دير بالك ها لانه المي مو عميق يعني فمن توقع يكون خطر شوف احنا غيرنا المكان نشوف شوي نصور ونشوف الاماكن الحلوه فشوف التصوير من هاي الجهه كلش حلو قعدتنا صار هاي الجهة تشوفون الشمسيات مظلاتنا وهذول جاي من لبنان من لبنان شو مستقرين معه وعوائل مثل ما تشوفون عوائل عربية من لبنان بيد لازم الشمسية وبيدي العطالي رجعت عليه